احمد فوزي ندى، مدرس تربيه رياضيه في مدرسه صنباط الاعداديه بنين. كلمنا احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين دلوقتي في وسط مجمع الخدمات ومجمع المدارس صنباط. الحمد لله والشكر لله، ربنا انعم علينا بمبادره حياه كريمه، ان مركز زفته يخش مبادره حياه كريمه، وطبعا صنباط احدى القرى مركز زفته استفاده كبيره من مجمع خدمات اللي احنا واقفين وراه لخدمه الناس. طبعا هيبقى في كافه الخدمات بتاعه المواطنين اللي هتخفف العناء عن المواطنين، من كل الخدمات بتاعه المواطن هتبقى في مكان واحد، من وحده محليه لتموين لشؤون ومستشفى جنبهم، وطبعا مستشفى جديده حسب المواصفات بتاعه التامين الصحي ان شاء الله، طبعا المنظومه بتاعه التامين الصحي اللي هتخشها قريه صنباط، وطبعا مدارس كتير وبتخفيف الكثافه الطلابيه. وبنشكر سياده الرئيس، وحابب اشكر فريق عمل مبادره حياه كريمه، لان في حاجات كتير ما بيتقالش عنها، خصوصا الحاجات المرضيه او المساعدات للناس الغير محتاجه او اضافه حد في تكافل وكرامه. فريق عمل حياه كريمه بصراحه، يعني بدون ما نذكر اسم حد، فريق عمل حياه كريمه محافظه الغربيه على قد المستوى وعلى قد القدر وعلى قد الحدث.